نواصل حديثنا. كم مرة تكفي في الوضوء شيخي الكريم؟ مرة أم مرتان أم ثلاث؟ نعم. يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى وجدنا أن النبي صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، ووجدنا الحديث الذي توضأ فيه ثلاث مرات، وليس الإشكال في هذا، إنما الإشكال في أن الحديث ختم، فمن نقص أو زاد عن ذلك فقد أساء وظلم. نعم. طيب نأتي للجمع، هل نستطيع النجمة؟ نستطيع النجمة. حقيقة إن الإمام النووي نقل الإجماع على جواز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين، وأن الواجب في الوضوء هو مرة واحدة، وأن الثلاثة هي الأكمل، هي الأكمل. يعني من اكتفى على مرة واحدة فقط، بس على شرط أن يغطي الماء عضوة إسباغ الوضوء، عضوة الوضوء. يعني في بعض الناس عندما يأتي الماء إلى المرفق، يعني لا، المرفق يدخل، لا هو الماء لا يصل، لا لا، إذا وضوء باطل، وضوء باطل. أيوة. لابد أن يتأكد من أن الماء قد وصل. نعم. وسنأتي إليها هذه. فهنا الجمع أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاث مرات، وكان الغالب من وضوئه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ثلاث مرات. وعثمان بن عفان لما دعا بماء وتوضأ أمام الناس ليعلمهم توضأ ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام، قلنا إلا الرأس فلم يأتي فيها العدد، والراجح أنه يمسح الرأس مرة واحدة. يبقى هنا الجمع أنه الواجب واحد مرة، ويجوز المرتين، والثلاثة هي الأكمل. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام تماما للفائدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مثلا مرة، غسل يديه مرتين، وغسل وجهه مرة، وغسل رجليه ثلاثا، اللي هو المخالفة. صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الآن عندنا أربع صور صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدد مرات الوضوء. الوضوء ثلاثا ثلاثا لكل عضو، الوضوء مرة مرة لكل عضو، الوضوء مرتان مرتان لكل عضو، الوضوء بالمخالفة. يعني ايه؟ يعني مرة يغسل وشه مرة، يغسل دراعه مرتين، يغسل رجله ثلاث مرات. ده كل ذلك صح. يبقى عندنا أربع صور صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام في طريقة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ده مهم للناس انها ايه؟ توسع على الناس، فكل ذلك صح. طيب هنا احنا جمعنا، هيبقى عندنا إشكال. ألا وهو؟ ألا هو بقى، فقد ما فمن نقص أو زاد فقد أساء وظلم عن الثلاث. يبقى كده كيف نجمع بين هذا وبين ما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يزم من لا يزيد عن الثلاث؟ يزيد عن الثلاث دي سهلة، وهذا سيكون بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى. أستاذ